مكنت عناصر شرطه بامن دائره اميه ونسب بالوادي من حجز كميات معتبره من الالعاب الناريه قدرت كميتها الاجماليه بازيد من 45 الف وحده من مختلف الانواع والاحجام وتوقيف ثلاث اشخاص ينحدرون من احدى الولايات الشماليه تفاصيل العمليه تعود الى استغلال لمعلومات حول عزمهم نقل هذه المواد الى ولايه شماليه ليتم وضع خطه امنيه مكنت من توقيفهم وحجز الكميات المذكوره بعد اتمام الاجراءات القانونيه سيتم تقديم الموقوفين الى الجهات القضائيه المختصه